عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم رضوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل وارفع صوتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا، تفضل. عايز أكلم الشيخ لو سمحت. معك مصطفى، تفضل. نعم، الشيخ مصطفى معايا؟ إي معك. الشيخ عايز أسألك في موضوع، بس بالله عليك. أنا لي إخواتي الكبار من أبي رحمة الله عليه، وهم حاليا بيننا يعني اختلافات كثيرة مع والدتي حفظها الله، ودلوقتي أنا مش عايش معهم، أنا عايش مع والدتي وتركت لهم يعني البلد كلها ومش عايش معهم بسبب الخلافات على الورث. السؤال اختصارا الله يحفظك. طيب دلوقتي أنا ليا ورثة عندهم، هم هو مكتوب يعني باسم، الحمد لله أبي كتبوا لي باسمي، ولكن هم مصرين على عدم يعني بعض منه على عدم رده إلي. فأنا مش عارف دلوقتي هل صلة الرحم يعني هي الأولى أم يعني حقك الأول. إن كان بالإمكان أن تتنازل عن جزء من حقك وصلا للرحم واحتسابا للأجر من الله فلا بأس بذلك وأحسن. ولكني والله في أمس الحاجة إليه يا شيخ. والله يعني إن شاء الله لن تضيع، ما دمت وصولا للرحم لن تضيع إن شاء الله. السلام عليكم. جزاك الله خير يا عصام شومان. السلام عليكم. حرك الشاشة يا عبد الرحمن. بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا خالد الدقاق، وأنت يا محمود ابن محمد، سلامك الله وحفظك وبارك فيك. جزاكم الله خير يا فتحي عثمان. سائل نسأل عن شخص فاته الوتر إلى أن أذن المؤذن للفجر، ماذا يصنع؟ يصنع أنه يصلي الوتر إذا كان في الوقت متسع قبل صلاة الفجر، وإن لم يكن فليصليه بعد الفجر والله أعلم. يسأل أحمد عصفور: هل يكون قيام الليل بعد الوتر أم قبله؟ قيام الليل يفترض أنه قبل الوتر، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كان عندي سؤال لفضيلة الشيخ. دلوقتي زوجي كان حصل بيننا خلاف كده، فهو حلف عليا وقال لو اشتريت حاجة من بره حتى لو كانت بيضة من غير إذني فأنت هتبقى طالق بالثلاثة. ده كده هو قال كده. هو ينوي الطلاق او ينوي التهديد؟ هو لا، هو مش عاوزني اخرج بره. النهايه ينوي التهديد ولا ينوي الطلاق حقيقه؟ اساليه. هو
يعني طب لو ينوي الطلاق او ينوي التهديد ايه الحكم في الحالتين؟ ينوي التهديد يكفر كفارة يمين، ينوي الطلاق عند الجمهور تحسب تطليقة إذا خرجتي، خلاص اللي إذا أراد أن يتراجع يكفر كفارة يمين. يعني في الحالتين حتى لو هو أصلا عصبي دايما وكثير مثلا الحلفان أو كده. خلاص هو يكلمنا الله يحفظك. شكرا. حكم التنكيس في الصلاة يا خالد الدقاق، لعلك تقصد حكم التنكيس في القراءة، وقراءة سورة قبل سورة غير على ترتيب المصحف. فمثلا صلى في الركعة الأولى فقرأ بسورة عامة، وفي الركعة الثانية قرأ بسورة تبارك، هذا سمى تنكيس لكنه جائز بهذه الطريقة، لأن النبي عليه السلام صلى من الليل فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، والله أعلم. ولم يكن ترتيب المصحف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالترتيب الذي معنا الآن. نعم الترتيب الذي معنا الآن القراءة به أغلبية على الترتيب. النبي كان يصلي في الجمعة بالأعلى والغاشية، في الوتر بالأعلى والكافرون والإخلاص، ويصلي في الفجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان. لكن عموما الترتيب الذي بين أيدينا ليس على وفق أسباب أزمنة النزول ولا على وفق الترتيب كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إنما رتبه بهذه الطريقة عثمان أو في عهد عثمان رضي الله عنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. ربنا يرفع قدرك يا رب. كنت حصل حاجة كده بعد العيشة كنت عايز أخد رأيك فيها، يعني إذا كنت أنا صح أو غلط يعني. اتفضل. عندنا أخ فضل زي حضرتك كده بيقول درس في صحيح البخاري في فتح الباري، فتطرق لحديث من الأحاديث النبوية اللي هو حضرتك ضعفته، اللي هو كنا نعطي الطعام على أهل الميت من النياحة. صناعة الطعام أيوة. فأنا قعدت 5 دقايق، أنا عارف إن الحديث ضعيف وحضرتك مضعفه، وبس 5 دقايق اقول له لا ما اقولوش. فبصراحه خفت ان انا اكتم علم او اكذب او اشوف حد بيكذب على النبي، فقلت له في بعض العلماء مضاعفينه فهاج وصار يعني عارف يعني، فقلت له ده مضاعف في على خاتم الرازي والدارقطني والامام احمد مضاعفينه. ايوه نعم. يعني ما تقبلش الكلام وزعق هو ان شاء الله يهدى باذن الله ان شاء الله. في لما ذكرته ببعض العلماء الشيخ الالباني مضاعفه ومصححه، قلت له ما بعض الكتب العلم لم تظهر على الامام على احمد الشيخ الالباني مخفيه عنه وكده، برضه ما تقبلش كلام. هل انا لما اتكلم اصبر علي بس، هل انا اتفضل انت الان الحمد لله جزاك الله خيرا واديت ما عليك، هو طبعا شعر باحراج لكن ان شاء الله بإذن الله بالحسن كده إذا راجع أقوال أئمتنا أحمد بن حنبل الإمام أبو داود الإمام الدارقطني غيرهم سيرجع إن شاء الله. لا أحسنت وأصبت. الله يسترك، شكرا جزيلا. الله يكرمك، بارك الله فيك يا خالد الكندوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. كنت عايز حضرتك بس تعلمنا ما هو أحب الطعام إلى رسول الله والشراب. أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أحب الطعام يعني بهذه الصفة ما يحضرني نص صريح. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل، وكان كطعام يحب من الشاة الكتف، يحب من الشاة الكتف عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم ما أستطيع أقول أحب الطعام إلى رسول الله. وفي الحديث عن رسول الله كما تقول الأخت شريفة صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وفيك وفيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شيخ مصطفى العدوي؟ اي نعم مصطفى العدوي. انا مش مصدق نفسي صراحه ان انا بكلمك يا شيخ. انا والله الله يبارك في عمرك، تفضل. اشهد الله اني احبك وبيت الله. والله احبك الله الذي احببتنا له، تفضل. لو سمحت يا شيخ لن اخذ من وقتك الطويل، لكن اريد ان اسالك 3 اسئله. تفضل يا حبيبي. السؤال الاول، كيف انا طالب علم الحمد لله، لم التزم منذ طويل يعني من فتره قليله،
ولا أعرف كيف أواجه صعوبات الحياة يا شيخنا، والله ساعات بيأس. لماذا يعني صعوبات الحياة؟ في أنت طالب ولا طالب إيه طالب؟ أنا طالب، أنا بدرس بالكلية وفي نفس الوقت بشتغل وفي نفس الوقت مطالب بمصاريف كلية وفي نفس الوقت مطالب بطلب علم شرعي وحفظ. كلية إيه أنت؟ في كلية ماذا؟ نظم معلومات. نظم معلومات. ولكن يعني أنا بدرس جنبك في دمياط، فكنت كان نفسي والله العظيم أجي لك بس ظروف صعبة. شوف الله، شوف الله يستر عليك، الله يبارك فيك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبدو والله أعلم أنك شاب مجد في دينك ودنياك، وإن شاء الله لن تخيب، وإن مرت بك عسرة فيوشك اليسر أن يأتيك بإذن الله. فما دمت مطيع لله ورسوله وبإذن الله يعني محب لله ورسوله ولدينك ومجتهد، بإذن الله لن تخيب. لماذا لن تخيب؟ لأن الله قال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فاطمئن، وإن مرت بك ضائقة، والله مرت بنا ضوائق يمكن عشرات أضعاف الضائقة التي تمر بك هذه، وكل ضائقة لها انكشاف بإذن الله. فتصبر ولا تيأس أبدا من رحمة الله، وإن شاء الله كما قال تعالى فإن مع العسر يسر. جزاك الله خيرا يا شيخ، الله يبارك فيك، وزورنا إن شاء الله بإذن الله. لن تخيب والله العظيم، يعني حلمي من احلامنا نزورك والله. انت من اي البلاد؟ انا من جنة. من جنة، بعيد عليك انك تزورنا، لكن زورنا ان شاء الله. بدرس في دمياط جنبك يعني. في دمياط، في اذا زورنا ان شاء الله، ان شاء الله زورنا. سؤال ترى سمعت شيخنا. ها. كيف اتعامل مع من لما اجي اتكلم وانصحه في الدين مثلا؟ يا عم انت شيخ، يا عم الدين مصر مش عصر، الدين في القلب، مش عارف ايه، انت حرمت علينا كل حاجه. الذي تجدهم مجادلا، الذي تجدهم مجادلا اعرض عنه، لقوله تعالى واعرض عن الجاهلين، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء ولو كان محقا. بس يا شيخ انا من طبيعي اللي هو انا ما بحبش حد اشوف مثلا غلطان، لا لازم عايز اشد معاي، حتى لو غلطان بيصعب عليا، انا بسمع اغاني ونصحته ورجيته بيسمع تاني بيصعب عليا. حبيبي صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم تكيف جبلتك على القران والسنه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أنا حابب أستفسر بخصوص الأخت اللي متوفية، وماني قادر أني يعني أتحمل فراقها وزي كده، بس الحمد لله بذكر ربنا كتير وبصلي كتير، بس بيجي أحيانا ضعف. اصبر، قاوم نفسك قدر الاستطاعة، بارك الله فيك، قاوم نفسك قدر الاستطاعة وفقك الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. بارك الله فيك. مرحبا يا خالد الدقاق ودكتور عمرو عبد الهادي وشيخ أبو الأرقم، حفظكم الله جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. فاضل، أخبارك؟ أخباري طيب والحمد لله، في نعم من الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أخي أنا شاب يعني في 25 سنة، أتمنى أن أكون طالب علم، ماذا أفعل يا شيخي؟ وماذا أبدأ؟ أولا ابدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى، ثم سني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأقرأ في كتب التوحيد والفقه اللازم الذي تحتاج إليه كفقه الصلاة مثلا، بارك الله فيكم. بارك فيك. طب شيخي معلش اسال ثاني. حضرتك انا يعني النفس تميل الى الزواج، ولكن يعني برضه في نفس الوقت يعني افكر في الاخره وافكر في الدين، ويعني اذا مثلا اذا اتجهت الى وظيفه او اذا مثلا اشتغلت في امور الدنيا، الامور دي مثلا هتلهيني عن طلب العلم وعن الدين، ماذا افعل يا شيخي؟ انت عندك سعه للزواج يا اخي؟ انا حط يعني أنا برضه يعني أنا عندي قدرة إن أنا أقدر أتزوج، ولكن يعني لو اشتغلت أو حاجة زي كده هبعد مثلا عن القرآن وهيقلل. لا تزوج، لو عندك قدرة على الزواج حديث رسول الله
من استطاع منكم الباءة فليتزوج. تزوج بارك الله فيك، وحافظ على القرآن والسنة، والزواج سنة المرسلين. صلى الله عليه وسلم. الله يسلم. بارك الله فيك يا شيخ عمرو شومان وسلمك. بارك الله فيك يا سامح أبا جبل، وأنت يا عمر بن محمد حماد. السلام عليكم. عليكم السلام. ارفع صوتك يا بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، يا عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أنا أتصل فقط أسأل عنك وأدعو وأريد. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا وحفظك الله. ألف شكر. أحبك شيخ. صاحبك الله، السلام عليكم، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا مولانا، الله يرضى عليك. وعليك يا رب. في واحدة فاتحة محل. ايوه. واحدة واخدة منها هدوم وهي حالتها تعبان. ايوه. مش عارفة تسد. لا يجوز اسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة عند جماهير العلماء. يرى جمهور العلماء انه لا يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاة. طيب ممكن واحدة تسد عنها؟ تسلمها الاموال في يدها وبعد ذلك تتصرف. جزاكم الله خير. يعني مش ممكن واحدة تسد عنها في الغيب من ورا منها؟ تسلمها الفلوس في يدها، الزكوات، زكاة زكوات، تسلمها في يدها وتسدد هي الدين. طب سؤال ثاني مولانا، الله يرضى عليك. تفضل. الله يحفظك. في واحد بنى مسجد وخد منه جزء للحضانة، يجوز؟ عملوا طابقين اثنين، والطابق الثاني عملوا مصلى اليوم الجمعة بس، والطابق الأرضي عملوا مصلى للصلاة الخمس. فقال بدل ما أنا أقفل الدور الفوقاني أنا أخليه مسجد، والدور التحتاني أخليه حضانة أعلم فيه القرآن وحضانة القراءة والكتابة، يجوز ذلك؟ أعمل لها حضانة بفلوس ولا مجانية؟ بفلوس عشان يقبض منها اللي هيشتغل. هو كان نواه وقفا لله على انه مسجد بالكامل؟ اه كان نيته ان هو مسجد. يعني اذا كان اوقفه لله على مسجد لا يغير النية. لا يغير. الله يسلمك، اذا كان اوقفه مسجدا. طب لو الواحد معاه بنى مسجد واتبقى معاه اشياء مثلا مواسير كهرباء وفضل من على المسجد فلوس، فلوس للكهرباء وفلوس للأسمنت، هل يجوز إنه يبيع الحاجة المتوفرة ويسدد الدين اللي على المسجد؟ نعم يجوز. يجوز ذلك. نعم. السلام عليكم. حفظك الله يا أم فهمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم الشيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أولا أنا أود أن أشكرك لما قدمتهم لنا لهداية المسلمين وعامة الناس. الله يغفر لنا ولكم. بعيدا عن الأحزاب وبعيدا عن الله يغفر لنا ولكم المتشابهات. الله يغفر لنا ولكم، تفضل تحت أمرك. بسأل حضرتك سيدنا، حكم الإقامة في الدول الغربية والدول الكافرة للشباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إذا كان الشخص لا يستطيع إقامة دينه هنالك ويتعرض للفتن التي لا تتحمل يرجع إلى بلده، لأن الله قال الله لا يحب الفساد. وأنت تعرف نصيحة القاتل النفس، قاتل مئة نفس نصحه العالم أن يذهب إلى أرض أهلها أهل صلاح
يعبد الله معهم. وربنا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أما إذا كان الشخص ألجأته الضرورة إلى الذهاب إلى هنالك، وأيضا يستطيع المحافظة على دينه، فلا بأس بهذا التوصيف، والله أعلم. هو يعني في بعض الناس بتلجأ للبلاد لما فيها التماس بعض العدالة، يعني ما في، احنا عارفين ان ما فيش عدالة، يعني العدالة التماس بعض العدالة، يعني الحمد لله بلادنا مع ما فيها من بعض الأمور الشديدة التي ترد على النفس، لكن إذا قارنا نجد في الجملة بلادنا أفضل. بمعنى يعني على سبيل المثال، هؤلاء الذين يطالبون بالعدالة، أولا الآن مثلا صدر في فرنسا الكافرة قرار بمنع العباء، هل هذه عدالة؟ لا، عندهم قانون لا بد أن تقر به، وهو إباحة زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة التي يسمونها المثلية. هل هذه المفسدة جديرة بأن تغطي على كل محاسنهم إن كان لهم محاسن أم لا؟ لا، أي كل اللي ذهب إلى هنالك، بس نذكره بحديث الرسول: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ولكن مش كل اللي ذهب بيقر بهذه القوانين، يعني عفوا، يعني في الجملة، أنا بس يعني أذكرك بالله كده، في الجملة دين الشخص دينه يتحسن هناك أو هنا أفضل؟ في بعض الأحيان الأديان بعض الأشخاص دينهم يتحسن في الغرب، والغالب الغالب لا. طيب نبني على الأغلب، في الفتوى بتبني على الأغلب. نعم. طيب سؤال آخر يا سيدنا، حديث لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق، ما معنى؟ من الغرب الأول؟ هل الغرب اللي هم أوروبا، أو الغرب اللي هم أهل المغرب العربي، أم الغرب الذين هم مقابل الشرق؟ مش عارف أنا. وبعدها هل هذا الخبر مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو موقوف؟ احتاج تراجع بس إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. لا تظن أن أهل الكفر هم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تزال طريقة المرات على الحق ظاهرين. تفضل. الله يسلمك. الله يحفظك. بقول لحضرتك أنا عندي يعني عندي مرض مناعي كده اسمه كرونز، تمام؟ فده بيصيب الأمعاء أو المستقيم يعني، تمام؟ المرض ده من الأعراض اللي بتحصل معاه إن هو بيعمل زي غازات، بيعمل مثلا مخاط كده على فتحة الشرج وحاجة زي كده، فده عامل لي مشكلة في موضوع الصلاة، تمام؟ فأنا بقيت بعمل إيه مثلا لما أجي أصلي وفي غازات أو حاجة زي كده، فخلاص أنا بتوضأ وبنوي الصلاة وبصلي. لو حصل أي حاجة في الفترة دي، هي ما بتبقاش مقصودة إن هي تطلع غازات، بتبقى يعني زي تسريب كده بسيط، تمام؟ شوف يا شيخ، اختصارا تيمم وبكمل. اختصارا بس، اختصارا فضل. إذا كان هذا الله يزيدك من فضله، إذا كان هذا الموضوع بصورة مستديمة ولا يمكن الاحتراز منه، فستكون أخذا حكم من بي سلس بول. إذا كان يمكن الاحتراز منه مرة أو مرتين في اليوم، يلزمك أن تتوضأ. أرجع إلى حالتك، كان هذا حالة مستمرة يصعب الاحتراز منها، أخذت حكم مريض سلس البول، وإلا توضأت. اللي هو إيه بقى الحكم؟ حكم سلس البلد تتوضا وتصلي ولا تبالي. تمام. طب بالنسبه للمخاط او اللي هو بيبقى يعني نفس الشيء بالنسبه لكلام عام على المخاط وغيره الذي ينزل من الدبر. تمام. بارك الله فيك. تمام. ماشي. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. ممكن لو سمحت ثلاث أسئلة؟ ممكن إن شاء الله. السؤال الأول، أنا أذهب إلى صلاة الجمعة، ففي المسجد بيشغل القرآن في الميكروفون، هل يجوز أن أقرأ لوحدي من المصحف؟ معذرة، أعد. أذهب إلى صلاة الجمعة. أيوه. ف
ففي المسجد بيشغلوا القرآن في الميكروفون يعني بتاع. أيوه. هل يجوز أن أقرأ لوحدي في المصحف؟ والله يشوش عليك، قراءتهم ستشوش عليك. والله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. واستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وإن كانت في قرآن الصلاة لكن المقام أيضا سيلزمك بهذا. شكرا. بارك الله فيك يا بشير الكبيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. رد السلام وافيا كما أخذت السلام وافيا، ردي وافيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش عشان مكتوب لك شوية حضرتك. تفضلي. حضرتك معلش، أنا متزوجة بقالي 4 سنين، أخذ زوج مصري والحمد لله، ملتزم والحمد لله، وصاحب دين، ويعني وهو يعني جيد جدا في البيت. بس في حاجة، هو بيحب التعدد وبيدور على زوجة تانية، وأنا مش منعاه طبعا، هو حقه، بس المشكلة الطريقة اللي هو عم يدور فيها. هو بيدور على المواقع وبيكلم الستات وبيطلع بيقابلهم ومش بيحصل توافق، وبقاله 4 سنين على كده. زوجك ليس بفقيه في التعامل. زوجك ليس بفقيه في التعامل، فممكن يكلمني أرشده إلى الطريقة التي يتعامل بها مع أهل بيته. يعني معلش يكلمك وتنصحه؟ ما في إلا بأس، أنا أطلب بهذا، أنا أنصحه إن شاء الله. إن شاء الله. طب أنا أسمع، شكرا، جزاك الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لما أكمل يا شيخ. ما سؤالك؟ مش لاقي. ما سؤالك يا أخي؟ السؤال الثاني، هل يجوز التيمم من على السيراميك أو الدولاب غير المطرب؟ لا، السيراميك لا يجوز التيمم عليه. السؤال الثالث. إلى أي الرأيين تميل شيخنا في جلسة الاستراحة في الصلاة؟ الأمر فيه سعى، الوجهان قائمان. نعم أعرف، لكن إلى أي مالك بدخل بي أنت؟ مالك ومالي؟ خلاص أنا قلت لك يعني الوجهان قائمان للعلماء. نعم جزاك الله. الله يجزاك. نبيل كريم بارك الله فيك، أنا موجود في القاهرة السبت والاثنين إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، نعم من الله، الحمد لله. أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. كيف حالك؟ الحمد لله، نحكي خلص بسرعة. لي سؤال عند حضرتك إن شاء الله يا شيخ. اتفضل. وقت يعني وقت أسئلة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. بارك الله فيك يا أم شهد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. أنا أعاذنا الله وإياكم في ثاني آخر الزمان، ما ظهر منها وما بطن. يا رب. تفضل سؤالك. صليت صلاة رباعية. وبعد؟ وقرأت سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة، وأتيت بالبعدي. ما المشكلة؟ صليت صلاة رباعية. صليت صلاة رباعية وقرأت سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة، وما المشكلة؟ أتيت بالبعدي، فهل فماذا يلزمني؟ الصلاة صحيحة أم ماذا؟ كيف أتيت بالبعدي؟ أتيت بالبعدي، عندما سلمت أتيت بسجدتي البعدي. أتيت بإيه؟ البعدي، سجدتي البعدي. سجدتي السهو يعني ولا إيه؟ نعم، سجدتي السهو. لا يلزمك أن تسجد للسهو، ما الذي صنعته أنت؟ أنت غاية ما فعلت قرأت سورة بعد الفاتحة في الركعة الثانية. لا إشكال أبدا. إذا هل أعيد صلاتي أم أنها؟ لا، الصلاة صحيحة. جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. شيخ، لو في حد بيشغل أغاني بصوت واصل عندنا الشقة في الشارع، هل لي أن أنا أفصحه أكثر من مرة ولا هي مرة واحدة وأكف عنه يعني؟ والله ذكر إن نفعت الذكرى حيث ترى أن الذكرى تنفع انصح. هو كان شخص محترم ونصحته مرة وطى الصوت، بس هو بيجي واحد صاحبه هو اللي بيجي يشغل ويعلي الصوت. انصحه مرة ثانية. نصحته مرة ثانية برضو صاحبه شال السماعة، بعد كده صاحبه رجع حطها تاني، فرحت بقى كلمت صاحبه نفسه، تمام؟ بس خلاص هو دلوقتي مبقاش بيشغل، بس المشكلة في إيه؟ إن أهلي مش موافقين، يقول لي أنت كل واحد يشغل أغاني تقعد تشغل دماغك بيه، ويعني حتى إمبارح لما طلعت. لا كلامك صحيح أنت، دعك من أهلك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تمام. طب وهل والدي ليه حق ان هو يضربني وانا عندي 21 سنة؟ لا ضربك عشان كده يعني ولا ايه؟ هو جه قال لي انت مش هتبطل، انت مش قلنا لك قبل كده مالكش دعوة بحد، مش قلنا لك ما تشغلش. لا 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 لا، ليس من حق ضربك هذا. يشكرك. قل له يا أبي أين أنت من لقمان الذي يقول ولدي يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. المفروض يا أبي تنصحني، تقول لي يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. نعم. استغفر الله لأبيك. تمام ماشي. طب معلش، هو قول الله أكبر مع مد. أنت هتدخل في الوسوسة يا حبيبي، خلينا حبايب. هتقول أك ومش أك، يعني لا توسوس، كل الناس تقول الله اكبر. لا هتقول لي بقى يعني اخرجها من هنا ومن هنا وتعمل فيها يعني، الله يغفر لنا ولك. ما توسوس، قواعد التجويد لا تنطبق على الاذان، فهمت؟ لا مش في الاذان، في الصلاه نفسها يا اخي. قواعد التجويد لا تنطبق على هذا، قواعد التجويد تنطبق على القران. لا انا بتكلم ان مد الالف، وضع الف بعد الباء بين الباء والراء ده نعمل ايه؟ تصح ولا شيطانك عامل فيك الا لادي بس قول لي. نعم. ولا ابوك يضربك على المسألة؟ لا والله مش قصدي، بس انت يعني كل المسلمين بيصلوا الله اكبر، انت تقول لا في واحد بيقول الله اكبر، ما في احد بيقول كده. لا في واحد بيقول كده عندنا في الجامع. علم واحد. تمام. طب برضو ما لا مش هواصل معك كده لانك زعلتنا. السلام عليكم. وسوسه تتعب وتتعب نفسيا. السلام عليكم. الو ايه بقى يا عم الناس حلوت تقول السلام عليكم، اما الو ايه؟ خلاص الغي الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حاجات حلوه كده تاخذ عليها اجر من الله. تحياتهم يوم يلقونه سلام. الله. افشوا السلام بينكم. اما الله ما خلاص انتهى زمن الالوه. تفضل. سؤال بس يا شيخ بعد اذنك. انت سلمت الاول ولا ما سلمت؟ سلمت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. في سؤال يا شيخ، ان انا لسه راجع من عمره، والحقيقه حصل مشكله عندنا في البيت، وفي حد قريبنا تعدى على والدي بالسبب. فأنا أصلا خارج البلاد يعني مش في مصر. بالسب ولا بالضرب؟ بالسب. أيوه. اللي حكى لي إنه سب يعني، الله أعلم اللي حصل الحقيقة، الله اللي حكى لي إنه في سب. فكان رد سألني إن أنا كلمت الشخص ده وتعدت عليه برضه بالسب، فهو سبني. فأنا كنت هبعت له ناس من أهل السوق يتعدوا عليه بالضرب، ولكن الحمد لله يعني لحقونا على اخر لحظه ووقفونا على الموضوع ده. فدلوقتي عمرتها يا شيخ موقف العمر اللي انا عملتها دي راحت كده؟ لا ما راحش ان شاء الله. ان شاء الله. طب اكيد اكفر عن اللي عملته ده، اعمل ايه طيب؟ انت عملت ايه بس؟ انا سبيته جامد وهددته، بعت ناس تهدده. هو سبك وانت سببته؟ هو اللي سبني كمان الاول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يتجاوز المظلوم. المستبان ما قال فعلى البادي منهما اسم ذلك ما لم يتجاوز المظلوم.
بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا. تفضل يا حبيبي. حضرتك في أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها الجلوس، كان من ضمن الأوقات دي بعد صلاة العشاء، هل ده حديث صحيح يا شيخ؟ مش الجلوس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والسمر بعدها، لكن إن دعت الحاجة إلى السمر بعد العشاء لتعليم لمناقشة في مصالح المسلمين، قد كان النبي عليه السلام كثيرا ما يجلس في مصالح المسلمين مع أبي بكر وعمر بعد العشاء، في حديث من يضيف أضياف رسول الله، فأرسل أضيافا إلى بيت أبي بكر، وأبو بكر بقي مع الرسول، ورسول وعظ بعد العشاء أيضا، قال من نفس من نفوس يأتي عليه ما تعملوا على ظهر الأرض. فيجوز، لكن الأفضل إذا كان مالك حاجة تنام بعد العشاء. في سؤال آخر يا شيخنا. سأل. بالنسبة لعملية الاستنساخ، اللي هو الإنسان ممكن مثلا من أي حيوان يجيبه حيوان آخر يعني. مش هذه عمليات فشلت؟ نعم. مش هذه العمليات فشلت أم لم تفشل؟ لا، الاستنساخ ده يا شيخ اللي هي عبارة عن إن مثلا ممكن نعجة مثلا تخلف حيوان آخر. مش فشلت هذه القصة النعجة دولي ولا ايه اللي بسموها؟ فرض يعني ما ادريش، ما اعرفش فشلت او فشلت، هو قريب من استغنى يعني. اعلم ان حضرتكم بتقولوا انها حرام شرعا يعني. انت سالتني الان وانا قلت لك حرام شرعا؟ لا يعني انا لسه ما زلت اخذ وقتي معك. نعم؟ انا ما زلت اخذ وقتي معك. تمام، هل قريت الاستنساخ حلال ام حرام؟ احتاج الى ان اسمعها منك ما العمل بالضبط ومهلني. لو فرض أمهلني يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ الحمد لله، حالي طيب من فضل الله. متعك الله بالصحة والعافية. وإياك يا حبيبي. بعد إذن حضرتك بس أريد رأي الشرع والنصح فيما يلي. انت السنة دي. نعم. بنتي ابنتي ابنتي. ابنتك نصح. الله يبارك لك فيها. اللهم امين. خلصت الثانوية عامة السنة دي. الحمد لله. عقبال العريس. اللهم امين. لو عندك عريس يا شيخي ما جزاك الله خيرا. منين؟ قول لي منين؟ من القاهرة. القاهرة. ايش نتواصل ان شاء الله، نبعث لك عرسان. ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. طيب بس تكون هي ما تجبرهاش على الزواج. نعم. لا تجبرها على الزواج، لا تنكح. لا 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 حتى والله تسير. لا مجبرها. لا ان شاء الله. تفضل. ان شاء الله رب العالمين. طيب حضرتك هي دلوقتي ان شاء الله عايزه تروح الجامعه، واحنا طبعا انا مش عايز اختبارات ولا حاجه، فهي ليها كليه البنات اقتصاد منزلي، يعني ممكن هتتعلم تفصيل وما شابه ذلك، وهتروح بالمترو وتركب عربيه السيدات، فهل هذا شرعا يجوز؟ الامر قريب في داخل القاهره وفي المترو في عربية السيدات وكلية بنات، لا بأس. لا بأس؟ إن شاء الله. ورأي حضرتك أنت شخصيا تمام يعني؟ ما هو خلاها كده يعني، إن شاء الله بإذن الله يجي لها العريس قريبا وتخلص الدور إن شاء الله. طيب نستنى بقى من حضرتك العريس من طرف حضرتك. الله المستعان. ارسل رقمك على الهاتف الخاص. أكتب لك إيه؟ رقم تليفونك، أقول أبو العروسة. طيب ماشي شيخ، ربنا يجزيك. ربنا يبارك في عمرك. تكون حلوة زي أبوها كده يعني. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ، ربنا يجزيك خير يا رب. الله في الكلام يعني، في الاسلوب الطيب يعني. بارك الله فيك يا شيخ. وعليكم السلام. الله يسلمك. احمد منصور بيدعو الله بالزوجه الصالحه. اتصل يا احمد منصور بسرعه بالاخ المتصل الان. الله يبارك فيك. احمد منصور طالب زوجه صالحه، عندك عروسه في كليه البنات في القاهره. راجع الرقم الذي قبله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا. الحمد لله، تفضل. الله يرضى عليك. بالنسبة اللهم صل على النبي، في مسجد قايم على خدمته واحد موظف بياخد راتب. ايوه. بس سايبه اللهم صل على العنكبوت والتراب والدنيا.
الدنيا في بايظه خالص. مهمل يعني، عامل مهمل. عامل مهمل، هل جيران المسجد يقسمون ما نظفوش؟ لا يقسمون، لكن يكلموا العامل. العامل ما بياخدش ود مولانا، يعني تركه خالص يعني. هو عامل حكومة ولا عامل بياخد أجره من من؟ بياخد أجره من الحكومة. خلاص يبلغوا فيه شكوى للمفتش. يعني بتروح المسجد ما تتلذذ في صلاة، يعني مسجد مهجور يعني، مش عارف أقول لك إيه. فأنا بقول بقترح على الأخ اللي هو جار المسجد، قلت له أنت مقتدر، جيب واحد ينظف المسجد كل يوم جمعة وأعطي له 100 جنيه ينظفه، طالما هو العامل. هو لا يأسم، لا يأسم إن لم يفعل، وإن فعل يثاب. السلام عليكم. ولك بمثل يا أخ ياسر عسل. بارك الله فيك يا أحمد بن نتع بن موسى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك مولانا؟ الحمد لله. الحمد لله. أنت أظن كده نوجه نصيحة لأخي كريم ابن اللي لابس عريان هذا. يا كريم لا تتعرى كريم كده يا كريم، الله يغفر لك. السلام عليكم. أنا آسف قطع الخط على الأخ. حديث ما قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ضعيف يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخي أنا عندي سؤال. اسأل. الآن هناك سيارة أحد الإخوة خدها من الحكومة بطريقة ملتوية، فهو اشتراها بطريقة ملتوية، لكن أنا أسأل على المعاملة التي بعدها، اللي هو شخص عايز يشتري السيارة دي من الشخص الذي اشتراها من الحكومة بطريقة ملتوية، هل هذا يجوز أم لا؟ هل البيع الأول تم هو بيع صحيح ولا غير صحيح؟ تم بطريقة غير ملتوية يعني. لكن تم، هو تم يعني، لكن البيع تم وأصبحت ملكا له قانونا، ولكن ليس لها ورق في الحكومة. طب ما ليس لها ورق في الحكومة، تضر نفسك. لا لا يصلح، ليس لها ورق في الحكومة فيها مضرة. السلام عليكم. حبك الله الذي احبتنا فيه يا احمد دهشان، اظنك شرقاوي تقطن السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. تفضل. عايز معلش يعني تصل لي حاجة، بس ايه يعني عايز تكون رويح كده عشان معلش تسمع القصر. نعم. زميل ليا هيتقدم لوحدة. نعم. الوحدة دي يعني زميل ليا اخر برضو مثلا وراني حاجات عنها، يعني وراني فيديوهات ليها مثلا في موضع مخل او موضع، فانا عايز الحق الزميل التاني ده اللي هو عايز يتقدملها، مع ان يعني اهلها ده اهلها محترمين وكويسين، بس هي البنت مثلا ايه ممسوك عليها فيديوهات مثلا ايه مخله او في مواضع مثلا اباحيه، فانا عايز الحق زميلي. طب اقول له ايه يعني؟ اقول له ايه الحق نفسك ازاي؟ او اقول له بلاش بالحسنى كده بكل ادب، لان بكل ادب نرجو انك تتثبت وتسال عنها جيدا، بس وإن كنت متأكدا من صحة ما وصلك إذا تنصحك كله غيرها أفضل. طب يعني بس أنا أخشى يكون المعلومة غلط. طب يعني ما وروش حاجة مثلا؟ لا يعني هو يعني أخوك يعز عليك، انصحه إجمالا، ابتعد عن هذا الباب أحسن لك، بس إذا تنصحك. ولعندنا أيضا من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، فإذا كانت تابت من هذا الذنب سيستر الله عليه، إذا كانت ما زالت قائمة عليه لا أحذره. بارك الله فيك يا إقبال. السلام عليكم. نعم. أخبارك إيه؟ الحمد لله طيب. يا رب تكون بخير دائما يا رب. والله لي سلام حضرتك. اسأل. بقول لحضرتك لو يعني الانسان بيحافظ مثلا على صلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاربع فروض دول في جماعه، الفجر غالبا متاخر عن وقتها حتى طلوع الشمس، هل ده يدخل
في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين على صلاتهم ساهون. اذا متعمد تقع طبعا، إذا يعني متعمد. وأثقل وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. انتبه انتبه. حتى لو بصلي أربع فروض تانية في جماعة والفجر الواحد أخره برضه يدخل في الآية دي. أثقل إذا كان متعمد يعني يسهر طول الليل في عبث ويضيع منه الفجر يدخل فيها. ماشي يا شيخ مصطفى. سامي سعد بارك الله فيك. السلام عليكم. وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا عندك؟ أريد أن أسألك عن شمل الشركة. ما أسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، هو انا دلوقتي شغال في مخزن بيفرز بيض. شغال ايه؟ في مخزن بيفرز بيض. مخزن يفرز بيض. اه، هو البيض اللي احنا بنفرزه دوت ما يعني هو ما بيتاكلش، ما ينفعش مثلا يتقال ولا بتاع، عشان هو بيبقى فيه نسبه زفاره زياده وكده وبيبقى سايح. هو بيتاخد لمصانع الحلويات وكده، اللي هي بيعمل بسكوت وكده. الكيكه والاشياء دي. ايه؟ البسكوت والكيكه والمصانع. ايوه، هو دلوقتي يعني الشغل ده بقى، هو البيت ده ما ينفعش يتاكل، يعني هو ما ينفعش يتاكل لوحده، بس هو لما بيدخل بقى في الحاجات ديت وكده بيبقى عادي يعني. يعني ممشيش يعني ولا ايه؟ ايه؟ بيت طالف ممشيش؟ لا، هو البيت عشان بيبقى مرقود عليه اصلا، فهو يا يعني اما مثلا بيبقى فيه مثلا نقطه، مثلا نقطه دم ولا بتاع، او بيبقى سايح يعني، هو بيض كله سايح في مع البياض. طب السؤال ايه بالضبط؟ هو الشغل اللي هو مثلا دلوقتي كده حرام ولا والله يعني انتوا بتمرضونا الان لما تجيب لي بيض خربان وتبيعه لي او تبيعه للمصانع، والمصانع لا تدقق، تعمل له كحك، تعمل له بسكوت، تعمل له اي شيء، ده ظلم للعباد. لا يا سلام، مش عارف محمود ابن محمد يا خلل يا عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى، كنت عاوز اسال عن حديث حذيفه ان هو انكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط ان حذيفه رضي الله عنه انكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق في الحلقه التي يربطها الانبياء. انكر ان هو قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يربط البراق في الحلقه التي يربط فيها الانبياء، هل هذا حديث صحيح؟ رأى لا، ان هو ان النبي ربط هو الاصح. ما اعلم، ولكن هناك لا اثر حذيفه احتاج اراجعه. تعرف سند؟ تذكر السند امامك؟ السند امامي عاصم بن بهدله عن زر بن حبيش عن حذيفه رضي الله عنه. عاصم بن بهدله في حفظه ضعف، اذا خالف قوله يرد، لكن اذا ما خالف يحسن حديثه على اغماض. يعني عاصم بن بهدله لا يتحمل مخالفه الثقات. ولكن هل يقال ان هذا اجتهاد من حذيفه انه لا الاول؟ عفوا، هل ثبت عن حذيفه اولا ام لم يثبت؟ فتقول انت السند فيه راوي اسمه عاصم بن بهدله وصحيح اسمه عاصم بن ابي النجود، فهو فاذا كان عاصم بن ابي النجود خالف ترد، يرد الاثر نضعفه عن حذيفه، نقول لم يثبت عن حذيفه لان الراوي عاصم بن بهدله وهو لا يقوى على المخالفات. معلش يا شيخ، معلش ممكن بس اقول حاجه بسيطه؟ اتفضل. للناس اللي هم بيطعنوا في العلماء مثل امثالك، ربنا يبارك فيك ويحفظك، نذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى ان هم بيفتروا عليكم الكذب: اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، مع اختلاف الاسباب اللي بنضع فيها الكلام ديت، ولكن الله سبحانه وتعالى قال في نهاية الآيات:
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فوالله يا شيخ إحنا يعني بنحترمكم وبنجلكم والله يعني وانتم فوق دماغنا وربنا يبارك فيكم ويحفظكم. جزاك الله خير. وربنا يا رب يرد كيد هؤلاء اللي بيطعنوا فيكم يا رب. والله نحن أخطأنا أمنا والله والله وكفى بالله شهيدا ولكن نحن شهود على أنكم أتممتم البلاغ وأتممتم تعليمنا دين الله سبحانه وتعالى. فربنا يبارك. الله يغفر لنا ولك. جزاك الله خير. إن الله يتقبل منا ومنك ويغفر لنا ولك. شكر الله لك. السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ السؤال عندي هو لو انشأت نسخة من إنسان بالذكاء الاصطناعي هل ده حرام؟ لو ايه؟ عفوا؟ يعني الذكاء الاصطناعي اتطور بشكل كبير جدا حاليا. تمام؟ ايوه والله يا اختي انا للآن اسمحي لي ما زلت في تكوين فكرة قوية عن الذكاء الاصطناعي حتى أنظر ما الذي يجوز منه وما الذي لا يجوز. فأرجو أنك تمهليني بعض الوقت حتى أجمع المعلومات بدقة. تمام. الله يبارك فيك. لازم تجي هتجد فيه الوجهين طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور مروان. تفضل الله يحفظك. جماعه يعني اصلي معهم جماعه الصلوات عادي الا الفجر استنى 10 دقائق ماشي. لا هم ما كيف يصلون الفجر متى؟ يعني بيستنوا ربع ساعه. ماشي صلي معهم وانت متشكك صلي في البيت تاكل لك نافله. طب والصلوات؟ صلاه صلي كل صلاه معهم الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي دينا بن المجدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخي. حضرتك شيخ لو أنا شغال في سوبر ماركت تمام لتر الكاكولا مثلا مكتوب عليها 20 جنيه من الشركة هي جاية مثلا من الشركة الغطا مكتوب عليها 20 جنيه هل ينفع مثلا أنا لو بعتها للزبون مثلا ب 24 أو ب 25 هل ده يجوز ولا ما يجوز؟ طيب أنت بتستلمها من الشركة بكم؟ يعني انا مثلا بستلمها من الشركه مكتوب عليها 20 جنيه ايوه مكتوب عليها للمستهلك 20 جنيه انت بتشتريها بكام ب 20 ولا ب 18 17 هي بتنزل انا صاحب المحل مثلا لا هي بتنزل مثلا ب 18 طيب 2 جنيه فيهم بركه تمام لا تبيعها اغلى من المكتوب عليها الله يحفظك ما ينفعش مثلا ابيعها مثلا ب 22 ازود عليها بين للبياع بين للمشتري قل له هي مكتوب على 20 جنيه لكن انا ببيعها زياده عن الناس اما انا لو بعتها مثلا يا شيخنا بسعر اكتر من كده مثلا الزبون مثلا يقول لي مثلا انت حرامي ومش عارف ايه طب هي الشركه مكتوب عليها كاتبه عليها مثلا طيب انا قلت لك باعها كما كاتبه على الشركه ويكفيك 2 جنيه طب انا بعت كتير منها انا كده مثلا عفى الله عما سلف في الجديد بيع ب 20 جنيه وانت كفايه عليك 20 جنيه مكسب 10% مكسب يعني ما ينفعش بعد كده ابيع اكتر من كده لا يجوز هي مكتوب عليها كده مكتوب عليها السعر للمستهلك 20 جنيه طب اللي انا بعته قبل كده عفى الله عما سلف واستأنف من جديد الله يغفر لنا عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك فيك. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. كنت اريد ان اعرف ما هي الاشياء التي يجب علي فيها اطاعة والدي. في المعروف اذا امروك بالمعروف وشيء في وسعك وقدرتك لا بأس. بغير المعروف لا طاعة. شيء فوق طاقتك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس خسارة. طيب واذا قالوا لي في امور لا طبعا في امور ثانية مثلا أمك تريد منك أن تتزوج بنت خالتك وأنت لا تحب بنت خالتك ليس لها إطاعة في هذا الباب. نعم. طيب لو والدتي أمرتني أن أذاكر ويعني أجيب درجات عالية في الكلية وأنا بنجح يعني بنجح الحمد لله بس ما بجيبش مثلا يعني بتلعب ولا إيه بالضبط؟
انت تلعب تضيع وقت غالبا. لا كلام امك تطيعها في هذا الباب. امك تريد لك الخير. الله يحفظها. الله يحفظها. يعني اقسم على عدم. هي تامرك الان بمعروف تقول لك يا بني جد في دراستك واجتهد. هم ينفقون عليك ويطعمونك ويلبسونك وانت ما زلت من الطلبة اللي بيحتضن الكتاب ويتأبط فتاة ويمشي. هي تريدك ان تجتهد. تمام. الله يكرمك. بارك الله فيك يا فضل الشيخ إيهاب ولك بمثل. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضل. حضرتك يا شيخ انا حلفت يمين على زوجتي كانت عند ابوها وفي ناس ماشيه في الصلح فابوها ما رضاش يجيبها كم مره كده. كان حلفت لهم يمين بطلاق انها ما هتيجي وجات يا شيخ. هل هذا تحصل تلقى؟ كفر كفاره يمين. لا تحصل تلك ان شاء الله. لا ان شاء الله ما تحصل. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ ناس مشهد حديث أن حذيفة رضي الله عنه قال ما لي بأس فيما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن اقتتلتم لأجدن أبعد بيت أبعد دار في بيتي فلا أدخلنه فلئن دخل علي أحد منكم لأقولن هابوا باسمي واسمي. لا اعلم والله ما يحضرني الحكم. هل يقول بفرض صحه هذا الحديث؟ لا بس ممكن تذكر لي السند تفضلا امامك. ايه اذكر لي السند لو تفضلت. السند طب ممكن تعطيني دقيقه واحده يا شيخ؟ حاضر اعطيني. أظن يعود الاتصال ماشي. الزكاة تكون على المال الذي بلغ النصاب ومر عليه عام هجري صح؟ أيوة شيخ. تفضل. السند هو في مسند أحمد. أيوه. السند بيطلع قدامي ثانية معلش يا شيخ. طب معلش يا شيخ ممكن أقفل عشان ما أعطلش. حاضر حاضر. أحمد عصفور ولك بمثل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مصطفى اخوك مصطفى تفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. معلش على السريع انا دلوقتي كنت عايز اسافر السعوديه بس الشيخ مقابلني. نعم عايز اسافر السعوديه ليه؟ عايز اسافر السعوديه للعمل. تسافر السعوديه للعمل وبعد؟ بس انا عندي مشكله هناك. عندك ايه؟ اجسام مضاده بتنقل للسفر. عندك ايه مش فاهم؟ اجسام مضاده. اجسام مضاده يعني الكبد يعني انت تريد تزور يعني ولا ايه؟ لا ما انا مش عايز ازور انا عايز امشي بطريقه شرعيه. في حد قال لي ممكن تاخد حاجات زي حقنه تخفي الاجسام دي فانا لو عملت كده هل حرام عليا؟ ممكن تكلمني على الهاتف الخاص استفسر. ماشي حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا عامل ايه؟ الحمد لله طيب. يا رب دايما شيخنا استاذنك بس تدعي لاخويا بالهداية. الله يهدينا واياك واخاك وابنائنا وابناء المسلمين يا رب. يا رب يا شيخ انا كنت اتصلت مع حضرتك قبل كده وكنت قلت لي بلغتني ان انا اتصل مع حضرتك على الخاص بس للاسف يعني انا بقالي كذا يوم مش عارف اتواصل مع حضرتك. رسائل بس نصيحة. هو انا ببعت برضه بس تقريبا في مشكلة والله بس يعني انا ينفع اقول رقمي مثلا حد بس يبعت لي حاجة على الواتساب اطلع طيب خذ رقم صالح 3-1 تمام خذ رقم صالح انت الان وصالح ان شاء الله نستأذنك يا صالح نعطيه رقمك 0 اقول لحضرتك رقم صح؟ لا انت اللي تاخذ رقم صالح وترسل له. طب يا ريت ماشي. 0-100,000 0-100,000 اه كم يا صالح معلش؟ 6-3-4-9 6-3-4-9 ايوه ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم.
السند يا شيخ بتاع الحديث اللي انا قلت لك عليه. تفضل السند. غندر عن شعبة عن منصور عن ربيعي عن حذيفة. والسند ده صحيح. السند صحيح ولكن هل هو معلوم ولا لا؟ ما اعرف الا الان رجع العلل. بس اذا كان بس عفوا اقرا ما بعد حذيفه، هل قال قال رسول الله او كلام من عند نفسه؟ من بعد حذيفه ايوه يقول الربيعي سمعت صاحب هذا السرير اي حذيفه يقول ما بي بأس منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولئن اقتتلتم لادخلن بيتي فلئن دخل علي احد فاقول هابوا باسمي واسمي. السند صحيح. السند يا شيخ هل نقول هذا انه عند عدم معرفه الفئه الباغيه من الفئه؟ لا هو حذيفه كان في فئه علي، يعني معروف ان حذيفه بن اليمان رضي الله عنه كان في فئه علي. ولكن مش الافضل يا شيخ عند معرفه الفئه الباغيه ان نقاتلها؟ اه طبعا ده نص الايه. الكلام عند الالتباس، ولذلك نحن نقول علي ومن معه أولى بالحق من الفئة المخالفة كلها، سواء كانت فئة معاوية رضي الله عنه أو فئة محمد بن مسلمة، عفوا الفئات التي اعتزلت، لأن علي بيعت له بيعة شرعية من عموم المسلمين باستثناء معاوية للشام، ومع ذلك رضي الله تعالى عنه قال الرسول تقتل عمارا الفئة الباغية وقد قتلت عمارا فئة معاوية، وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة بين المؤمنين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقاتلهم علي فكان أولى الطائفتين بالحق. طب هل يا شيخ يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح عبد الله بن سلام بأن يعتزل الفتنة؟ عبد الله بن سلام؟ لا أعلم، لا لم يثبت لديه خبر. هو بس في حذيفة عفوا سلمة بن الأكوع كان بدأ دخل البادية فابتعد يعني، فلما ولي الحجاج إمرة البصرة والتقى بسلمة قال يا ابن سلمة يا ابن الأكوع تعربت ارتددت على عقبيك؟ فقال إن رسول الله أذن لي في البدو. نعم جزاك الله خير. اللمبة يا صالح اطفيها وجه اللمبة المتوسطة. اي نعم شغلة ثانية. كم الساعة يا صالح؟ هي خلاص كده بهذا القدر. اجتزي حميدا الله مصليا مسلما على رسول الله شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، ونعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أصلح أخلاقنا أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا واسلل سقائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، واجعلنا نورا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.